ولنقاش الملف السوداني وتجدد التظاهرات هناك المطالبة بالحكم المدني ومحاسبة القتلة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة المحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الخالدي. أهلا بكم دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة الرافدين استاذ فريق قناة الرافدين. أهلا بك، نرحب بك دائما دكتور. كيف يفسر إصرار المتظاهرين على مواصلة حركهم الاحتجاجي رغم استمرار العنف وتمسك المجلس العسكري بموقفه؟ بالتأكيد أن ما جرى في السودان يدعو كل سوداني وسودانية إلى الاستمرار في رحلة البحث عن الحقوق والحق مستلب من قبل المجموعة التي تسيطر الآن على الأمر في السودان منذ 25 من أكتوبر. فالشعب السوداني لن يستسلم، مع أن يعني كثير من الفرص ضاعت أو ما زالت تراوح مكانها. هنالك انسداد الأفق السياسي بين المكونات والأحزاب السياسية. لن يستطيع الجيش أن يحكم البلاد لحاله، ولن يستطيع المدنيون أن يحكوا لحالهم، فلا بد إذن من توافق سياسي. تحاول الأمم المتحدة أن تجمع الناس على مائدة حوار، لكن هيئات لا 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 يعني بارغة أمر في الطريق. المخرج الوحيد هو أن يعني يجلس الجميع وأن تتراجع القوات المسلحة إلى سكناتها. في هذا السياق كان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن عدم التوصل إلى أي نتائج بشأن الوساطة لحل الأزمة في السودان. ما هي النتيجة التي تأملها الأطراف السياسية والعسكرية وترضي الشارع أيضا، وهل يمكن التوصل إلى حل وسط؟ بعد العنف الذي جرى وعدم يعني تعظيم حق الحياة وحرمان يعني المتظاهرين من أبسط حقوقهم والدماء التي سالت وجرت، لن يقبل السودانيون بأن تستمر هذه المجموعة الحاكمة على سدة الحكم. لا بد أن ترحل هذه المجموعة، ولا بد لدور قوي أكثر وأكبر من دور الأمم المتحدة، دور الولايات المتحدة، دور دول الجوار المؤثرة في الواقع السوداني. أتوقع إذا ما وفرت النية لدى دول الجوار ولدى المجموعات السياسية في السودان يستطيعون أن يضغطوا باتجاه أن ترجع القوات المسلحة إلى سكنتها، وأن تجرى عملية سياسية يعني كاملة وواضحة في السودان. لكن بالوضع الحالي الجميع في 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 في, في يعني تدافع وفي صراع وفي أزمة حقيقية. البلاد في اتجاه الانهيار كامل ما لم يعني الناس تستطيع انه ان تلحق هذا الوضع بحل وبمخرج سياسي واضح. دكتور، ما افق نجاح لجنة تحقيقية التي اعلنت عن بدء مهامها؟ هذا مجرد يعني نتمنى ان تكون يعني لجنه هي حقيقيه ليست كسابقتها من اللجان. يعني انتم تعلمون ان هنالك لجان ما زالت منذ اكثر من سنتين، لجان فض الاحتصام، ولم تاتي بنتيجه الى الان. فهذه يعني تراكميه على نفس الوضع اللي صار، يعني لم تاتي بجديد. يعني مجرد من حيث الحشد الاعلامي و بالتجميل يعني وضع بعض المساحيق. شكرا جزيلا لكم المحلل السياسي دكتور عبد الرحمن الخالدي، حدثنا عبر الهاتف من مكة.